وما حكت في ماله فما ظلم. فضل 22 يوم بنته ودوس بنته. اهلا بيكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه بنقدم العزه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعال نشوف القضيه دي او الجريمه البشعه دي الغريبه جدا، لان ابطالها اخر حد ممكن نتوقعه ان هو يرتكب مثل هذا الجرم. القضيه دي حصلت في العمرانيه محافظه القاهره. راجل كبير ثري عنده فلوس، مجوز ولاده وكل واحد مستقل بحياته، وعنده البنت الكبيره متجوزه تاجر ميسور الحال، يعني هو ميسور الحال ومجوز ولاده وبناته لناس ميسورين الحال، بما فيهم بنته الكبيره متجوزه من تاجر، وعايشين ميه ميه مفيش مشكله خالص، وقاعدين جنبيه في العمرانيه. الجريمه تمت ازاي؟ زوج البنت الكبيره مر بظروف ماليه صعبه، ففكر ان هو ياخد قروض من البنك. فالبنت قالت له ليه قروض من البنك وليه ندفع فوائد؟ ما نروح لابويا وابويا يديك الفلوس اللي انت عايزها وابقى ردها له على مهلك. قال لها ما انت عارفه ابوك وانا مش عايز يبص لي بصه مش كويسه ويقول ان انا مستغل ان انت بنته. وقالت له لا لا، بابا عارف انه بيعزني جدا وبيعزك جدا ومفيش مشكله لما نروح ناخد منه الفلوس. بالفعل البنت راحت هي وجوزها وولادها عند ابوها في البيت في العمرانيه، ما هم الاثنين ساكنين في العمرانيه. يا بابا ازيك ومش ازيك، وجوزي عنده مشاكل ماليه والبنوك وعايز فلوس يحل مشكلته، وانت عارف كورونا والازمه اللي اتسببت فيها وبيوت ناس كتير اتخربت. قال له عايز كام؟ قال له عايز 350,000 جنيه. الاب قال له يا ابني انا هديك الفلوس وانا تحت امرك مفيش مشكله، بس هتردها لي امتى؟ قال له هردها لك بعد 5 شهور بالظبط، ومستعد امضي لك على ورقه بكده. فالراجل قال له عيب، انا هاخد على جوز بنتي ورق اللي خلاني ائتمنتك على عرض وشرفي وبنتي، هاخد منك ورقه ب 350,000 جنيه؟ لا يا عم، انا عارفك ان انت راجل، وانا عارفك ان انت بعد 5 اشهر هترد لي الفلوس. وراح عطاله شيك ب 350,000 جنيه، راح جوز البنت والبنت صرفوهم من البنك، وابتدت العجله تشتغل وابتدت التجاره تشتغل. عدى الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، الشهر الخامس، الراجل مستني ان جوز بنته يرجع له الفلوس زي ما قال، وخاصه ان شايف ان الراجل حالته الماديه ابتدت تتحسن وتجارته ابتدت تشتغل بعد ما عطاله 350,000 جنيه. المشكله الراجل مش عايز يكلم جوز بنته، محرج، فكلم بنته. يا بنتي جوزك الفلوس اللي كان واخدها مش عايز يردها ليه؟ مش اللي 5 اشهر خلصوا؟ قالت له يا بابا حاضر وهكلمه، حاضر يا بابا. كلمت جوزها، بابا عايز الفلوس. قال لها يعني الفلوس ما في الاول وفي الاخر بتاعتكم انتوا؟ قالت له ايه بتاعتي انا واخواتي، لكن ابويا عايز فلوسه وما حكم في ماله فما ظلم، رجع لابويا 350. قال لها لا، الفلوس دخلت في تجاره عندي وانا مش معايا دلوقتي. قالت له اقول لابويا ايه؟ قال لها قولي له 5 6 اشهر تاني. فالبنت اتصلت بابا، معلش يا بابا الظروف مش الظروف، اجلنا بعد اذنك هو شهرين ثلاثه تاني. قال لها يا بنت تجارة جوزك شغالة كويسة، جوزك هيطمع في الفلوس، هو أنا عشان ائتمنته ومرضتش أخد منه في إيصال أمانة بالفلوس أو مضيع على شيكات جاي يعني دلوقتي مش عايز يرجع لي فلوسي؟ قالت له عشان خاطري شهرين ولا هجيب لك الفلوس. قال لها ماشي يا بنتي شهرين. عدى الشهرين، راح من الراجل بقى ما اتصلش ببنته، اتصل بجوز بنته. يا ابني فين ال 350,000 اللي انت كنت المفروض تسددهم لي من 5 اشهر؟ دلوقتي عدى شهرين تاني بقى 7 اشهر، فين الفلوس؟ قال طب حاضر يا عم انا هاجي لك. راح خد مراته وخد عياله وطلع على حماه في العمرانيه. ايه يا حماه؟ قال له فين الفلوس؟ قال له معيش. قال له يعني معاكش؟ قال له الفلوس دخلت في تجاره عندي وانا صعب ان اديك 350، وبعدين اعتبرهم ميراث بنتك في فلوسك. قال له انت عايز تخليني اوزع فلوسي على حياه عيني؟ لما اموت ابقى وزع الفلوس وبرضا اخواتها، وانا ما اعرفش اخواتها كل واحد نصيبه كام، انت جاي تحاسبني على مراسي وانا عايش؟ خليني مش هورث بنتي دي يا اخي. قال له انا مالكش فلوس. المهم الراجل مسكوا ببعضيهم، راح جوز البنت مسك الراجل في دماغه في الحيطه دي، الراجل راح راجل كبير في السن حاجه و70، وقع على الارض على طول الدم نصف. البنت شافت قال لها لو اتكلمت كلمه هتكوني طالق، اطلع انت والعيال. البنت ما قدرتش لا تشخط ولا قدرت تزعق ولا قدرت حاجه،
راحت واخده نفسها والعيال وراحوا راكبين العربيه وراح نقل من العمرانيه راح انتقل في شقه خدها في الطلبيه وقفل باب الشقه على الراجل. طبعا ولاده بيتصلوا بيه الراجل ما بيردش. الزوج ده هو وبنته بيتصلوا يقول لك لعل وعسى يكون فاج وراح المستشفى ما بيردش. فضل 22 يوم لغايه ما ريحته طلعت والجيران اشتكوا وفشوا الشقه لقوا الراجل ميت ومتحلل 22 يوم. على طول مركز شرطة العمرانية على طول او قسم شرطة العمرانية توجهوا الى البلاغ لقوا فعلا الراجل ميت وفي شبهة جنائية بعد ما لقوا دم. مين يا جماعة اخر المترددات؟ قالك اخر واحد شفناه كان بنته وكان جوز بنته وكان صوتهم عالي. راحوا في العنوان بتاع العمرانية ما لقوهوش. فضل يدوروا لغايه من خلال المحلات بتاعته وقدروا يتوصلوا ان هو خد ولاده ومراته في الطلبيه. قبضوا على الراجل ومراته. مراته اتسطرت عليه، اتسطرت على جوزها اللي قتل ابوها. تخيلوا البنت بتتسطر على اللي قتل ابوها، لان جوزها قال لها ايه؟ اللي حصل حصل. هتسجنيني؟ يبقى انت خسرت ابوك وخسرت جوزك وتقريبا يتمت ولادك. فانت اللي خسران. ابوك كبير كبير ما كانش هيموت النهاردة هيموت بكرة. والفلوس خدناها خلاص. اعمل نفسك ما نعرفش حاجة من نفسك ما نعرفش حاجة ولا شوفنا حاجة. وفعلا في اول البلاغ قالوا ما نعرفش حاجة خالص. لغاية ما توصلت الشرطة ان اللي ارتكب الجريمة بنته وجوز بنته. لكن البنت خافت لما جوزها قال لها اللي حصل حصل. ابوك مات. وخسرناه. لكن كسبنا الفلوس. هتبلغ عني يبقى خسرت ابوك وخسرت جوزك ويتمت تقريبا ولادك وانت خسرت كل حاجة. لكن دلوقتي خسرتك بس في ابوك وقصاد ابوك كسبت فلوس. هي اقتنعت بكلام جوزها. قالت خلاص ابويا اللي حصل حصل يبقى احنا كسبنا 350 الف وكسبت جوزي وكسبت حياتي وكسبت ولادي. وعاشت مع جوزها 22 يوم عمرها ما رفعت السماعة ولا تطمن على ابويا احسن يكون لسه فيه الروح ولا ابدا. تم القبض عليها وتم القبض على الزوج وهم الان في انتظار المحاكمه. شفت البنت باعت ابوها عشان خاطر مين؟ رغم ان الزوج يتعوض والاب ما يتعوضش، لكن بقينا في زمن الزوج هو اهم حاجه عند البنت، لا ام تنفع ولا اب يشفع. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.